موجز السابع مساء من أون لايف، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مباحثات قمة مع العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في المنامة. تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، كما بحث الجانبان أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام المباحثات منح ملك البحرين الرئيس السيسي وسام الشيخ عيسى آل خليفة، وهو أرفع وسام بحريني، امتنانا لمساندة مصر الدائمة للبحرين. أعلنت وزارة الداخلية مصر 8 إرهابيين بينهم القيادي التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي حلمي سعد، وذلك عند محاولة ضبطهم في أحد الدروب الصحراوية جنوبي البلاد. كانت الداخلية تلقت معلومات تشير إلى اطلاع القيادي في التنظيم الإرهابي بنقل مجموعات بين الدروب الصحراوية عبر الحدود الجنوبية للبلاد من أجل الالتحاق بمعسكرات تدريب على تنفيذ العمليات الإرهابية وتصنيع العبوات الناسفة. وحال قيام القوات بمحاولة ضبطهم، قامت المجموعة الإرهابية بإطلاق النار على القوات، وهو ما دفعها للتعامل الفوري مع الإرهابيين. أعلن الرئيس الفرنسي المنتهي ولايته فرانسوا أولاند أن مراسم تسليم الرئاسة للرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون ستجرى الأحد المقبل في قصر الإليزي. إعلان أولاند جاء على هامش مشاركته بحضور الرئيس ماكرون في احتفالات الذكرى 72 للانتصار في الحرب العالمية الثانية. قال وزير الخارجية النمساوي سباستيان كارتس إن بلاده لن تسمح للأتراك في أراضيها بالتصويت على أي استفتاء يتعلق بإعادة العمل بتطبيق عقوبة الإعدام في تركيا. وأشار سباستيان إلى أن القانون الدولي يسمح للنمسا ولأي دولة أخرى برفض إجراء أي استفتاء عام لصالح دولة أجنبية على أراضيها وفق أسس احترام حقوق السيادة الوطنية لكل بلد. وقد تصاعد التوتر بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي التي تعارض مفاوضات جديدة حول انضمام تركيا إلى الاتحاد بسبب حملة الاعتقالات والإقالات التي تنفذها أنقرة. قتل 3 جنود صوماليين في الأقل اليوم في انفجار قنبلة مزروعة على الطريق شمالي العاصمة مقديشيو. وقال المسؤول العسكري الإقليمي محمد نور إن قوة خرجت في مهمة لإزالة الألغام، لكن قنبلة مزروعة في موقع لصيق لتمركزهم قد انفجرت، ما أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين. ختام الموجز، شكرا لكم.